رأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلوي اجتماع لجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة نور الدين محمد أحمد طه إن الاجتماع بحث المعوقات التي تواجه الترتيبات الأمنية، كما أوصى بالإسراع في تشكيل القوة المشتركة. فمنوالي كسل طيب محمد الشيخ جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا تجاه دعم مختلف البرامج بالسودان خاصة ولاية كسلة. وبحث الوالي لدى لقائه وفد الشركات السعودية كيفية تنفيذ إعطاء حفر 25 بئرا متكاملة بولاية كسلة ضمن مشروع حفر 500 بئر بالسودان عبر الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة 40 مليون دولار. نفى الحزب الشيوعي السوداني أن يكون جزءا من تكوين الحكومة الانتقالية. وقال الحزب في مؤتمر صحفي هناك التباس في أذهان البعض بأن الحزب شريك في السلطة الحالية. وأضاف الحزب أنهم يمثلون قاعدة جماهير العمال والموظفين وكافة الكادحين من الرعاة والمزارعين، وهو بهذا المفهوم يشكل قوة ضغط ضد الحكومة الحالية. دعا وزير الداخلية الفريق والعز الدين الشيخ لعدم الالتفات للشائعات المرتبطة بتسريب الامتحانات. وقال الشيخ إن الشهادة السودانية هي إحدى ممسكات الأمن القومي السوداني وهي تهم كل الشعب السوداني. وكشف وزير الداخلية عن القبض على شخص قام ببث شائعة حول تسريب امتحانات الشهادة السودانية مؤكدا معاملته وفق القانون. أكد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ اتجاه وزارته لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع صناعة السكر وحل مشكلاته والنهوض به بهدف زيادة الإنتاج. وقال الشيخ إن المصانع تعاني من مشكلات ومعوقات متعددة أدت إلى تدهور الإنتاج والإنتاجية في السودان.